درع القبة الحديدية المضادة للصواريخ هو نظام دفاعي إسرائيلي مصمم لتدمير الصواريخ وقذائف المدفعية أو الطائرات بدون طيار التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان. هذا النظام قادر على اعتراض صواريخ بعد انطلاقها على مسافة تتراوح بين 4 كيلومترات و70 كيلومترا، كما أنه مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية. نصبت البطارية الأولى في مارس 2011 بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة، وقد نشرت بطاريات أخرى منذ ذلك الحين بهدف الدفاع عن كامل الأراضي الإسرائيلية. ورادارات النظام المتحركة قادرة على رصد عملية إطلاق صاروخ على مدى 70 كيلومتراً. ترسل البيانات إلى وحدة إدارة المعركة التي تقيم الخطر وتحتسب موقع السقوط المحتمل، ففي حال كان الصاروخ متجهاً نحو منطقة مأهولة تأمر الوحدة باعتراضه. بذلك يتم إسقاط الهدف في الجو في غضون ثوان قليلة بواسطة صاروخ معترض يطلق من إحدى وحدات إطلاق النار الثلاث الخاصة بالنظام، كل منها مجهز بعشرين صاروخاً. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 75 إلى 90% من محاولات الاعتراض تعد ناجحة وبكلفة تقدر ب 50 ألف دولار للطلقة الواحدة.